الفوسيا بحبها كثير، فيها هيك قهر لونه بيقهر ما بتعرفي شو هو. اليوم بتحب زوجتك جورجينا رزق دائما تلبس لك فوسيا؟ انا بتمنى تلبس لي شو ما كان بيطلع حلوه. جورجينا شو ما لبست حلوه. مين بتقلها لجورجينا دائما بالقلب؟ بانه عم نستخدم الهاشتاج تبع الالبسه الفضائيه. هلا صرت قايل لها يمكن شي 4 ملايين مره يمكن. ما في مناسبه معينه بتكون في شيء بتقلها انت دائما بقلبي؟ اكيد 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 بقلها اياها بكل وقت مش بس بمناسبه يعني. خبرنا من حوالي الاسبوع انتهيت من تصوير عملك مع جاد شويري، خبرنا اكثر عنه. ابدا بعد ما خلصنا يا عسل مع جاد ودكتور بالحب هلا فتنا بتصوير اغنيه كثير مهضومه اسمها مجرد سؤال. مجرد سؤال كلمات الشاعر الكبير نزار فرانسيس والحاني توزيع مصطفى عبد الرضا، وان شاء الله يا رب تكون الاغنيه هاي مهضومه كثير لانه حتنجح. دائما معودين على اغانيك هيك بتكون مميزه والموضوع تبعها كمان حلو، فمجرد سؤال صار عندنا الحشيه لنعرف اكثر عنه. مجرد سؤال قلت لك اغنيه لبنانيه مهضومه كثير، كثير بتشبه تيجي نقسم القمر بخفه الدم تبعها، وانا واثق بتمنى انه يحبوها الناس اهم شيء، لانه هن بالاخير عم نشتغل الشغل لمين؟ لالكم وللناس. معودين على جاد شويري دائما عنده هيك نفحات شطحات جنونيه. الله يسترنا بالكليب هيدا، الله يسترنا، بكره بتشوفوا مجرد سؤال. ليه يعني اليوم في جنس لطيف كثير و محاوطني هيك ب ورود حوالي كتير، بس أنا مركز عم غني ما خصني يعني، أنا مجرد سؤال. عرفت كيف؟ طب مجرد سؤال اليوم إذا بدنا نقول لك شو السؤال يلي بتطرحه بتقول بس إنه أنا مجرد سؤال عم بطرحه على حدا معين؟ مجرد سؤال للفنانين زملائي، شو في يا هالدنيا؟ شفنا كتير ناس فلوا بكورونا هاجرونا وراحوا وغالين عقلوبنا، الدنيا صغيرة حبوا بعض. شكرا لك. أهلا وسهلا فيكي.